يا اهلا بحضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، والفقره اللي يكون حاضر معانا فيها الاستاذ محمد صادق مدير الارشيف العربي. اعرفوا حضراتكم على طول ان احنا هنفتح صفحه مهمه من صفحات كتاب التاريخ. الصفحه اللي هنفتحها مع حضراتكم النهارده صفحه مضيئه جدا ومليانه ذكريات حلوه كتير في كتير من البيوت المصريه. النادي الاهلي في التسعينيات بصفه خاصه كان في حاله تالق استثنائي، سواء على مستوى الاداء، سواء على مستوى كم البطولات، سواء على مستوى كواليتي اللعيبه اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي في هذه المرحله الزمنيه. تعالوا نفتح صفحه نوستالجيا الاهلي في التسعينات مع الاستاذ محمد صادق اللي دايما بنسعد بوجوده معانا. يا صباح الخيرات. صباح النور عليكم استاذ كريم، وصباح الخير استاذ نهاوند. يا هلا، شكرا على الكلام الجميل قوي ده. لا والله ده كلام من القلب يا استاذ محمد. واحنا بقالنا مع بعض عشره دلوقتي سنتين ونص، سنتين ونص كمان صحيح. وسنتين ونص ومفيش حضرتك قصه جيت كررتها مرتين، سبحان الله. دايما في جديد، دايما في كواليس. فالنهارده محضر لنا ايه بقى؟ ده السيستم بتاع النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي. يعني احنا زي ما تعودنا او مفتاح النادي الاهلي استبشرنا خير بوجوهكم الجميله وتابعناكم من اول يوم فتحت في القناه، وانبسطنا قوي والحمد لله انتم متابعيننا واحنا متابعينكم ها بكل حب. يعني وانتم واجهه جميله للنادي الاهلي. يا رب يسلمك. والف سلام عليك وعلى اصبعك. انا مشجود قوي. اتحسد ابننا على اول السنه. ابتديت السنه بقطع في الوتر. المفروض بقى الايام اللي جايه تعمل زي عادل امام وتعمل كده طول ما انت ماشي. انا مش محتاج اعمل، هو معمول لوحده خلقه. لا الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك. انا يعني كان قدامي اعمل تاريخ النادي الاهلي من بدايه القرن فترات، بس قلت انا عايز اعمل بقى ايه، في فتره كده شدتني وجايبه كده يعني شويه مقارنات مع الوقت اللي احنا فيه. فاخترت قلت ايه، لا اجيب فتره التسعينات دي بما فيها من بعض السقطات وفيها بعد كده بقى الشطحات الكبيره للنادي الاهلي ما شاء الله. بعد كده 94 في اول سنتين ثلاثه كان في شد روب كده وكل. طب احنا هنبتدي مع حضرتك باللقطات ولا بالشطحات؟ لا لا، احنا كفادي الاهلي بنجيب التاريخ زي ما بيقول. في اوائل التسعينات كانت الاهلي متعسر شويه وكان بيعمل فرقه جديده، وبعد كاس العالم كان في نوع من التجديد. فخدت معانا سنتين ثلاثه زي فات في اوائل الالفينات برضو ما حصل كده ايه شويه تجديدات، كنا نوصل لمراكز مهمه ويحصل عدم نصيب. لكن نقدر نتكلم نقول ان احنا اوائل التسعينات نقدر من ايه موسم 94 وازاي الاهلي بدا يرجع ولعب ماتش كبير جدا لما يجي الصبح هيبدا بيها. ان الاهلي لقى نفسه في مباراه فاصله مع مين؟ مع الاسماعيلي. يا اسماعيلي كان ما شاء الله في الفتره دي فرقه قويه طبعا ما شاء الله، والمقاولين كان قوي في الفتره طبعا. المقاولين فرق يا جماعه، شوفوا المقاولين ده اكتر من الاسماعيلي، خد افريقيا اكتر من الاسماعيلي اللي هو اقدم منه. بس المقاولين كان في اداره قويه طبعا. فكر جميل، وان شاء الله المقاولين يرجع تاني لافريقيا و... شوف نبدا بقى هنا 94، الاهلي الشرس هزم الاسماعيلي، الشياطين الحمر للكلمه اللي بقولها ايه عبروا المحنه واستحقوا درع الدوري، ها الغرور اطاح بالدراويش وهدد عيب الاهلي. ازاي الماتش ده كان غريب جدا، كان غريب الماتش ده. بدا الاهلي تيك تاك كده، لقينا الاهلي جون اتنين تلاته، كابتن محمد رمضان جايب هاتريك تلات اجوان فجاه كده، فجاه تلات اجوان. احنا قاعدين مش مصدقين مش مصدقين. احنا بعد كده كسبنا الاسماعيلي 6-6، مش بتكلم على بس الماتش ده خد تلات اجوان ورا بعض بطريقه غريبه. وبعدين فاجئنا المدرب ساعتها انه لاعب اتنين ما عندهمش واجبات دفاعيه بس نجوم كبار، كابتن رضا عبد العال وكابتن وليد صلاح الدين، لعبوا في نص الملعب وعملوا ضغط كبير قوي امامي. فجبنا تلات اربع اجوان ورا بعض. مين جاب الجون الرابع؟ الكابتن الجميل ايمن شوقي. ده جول الفوز. جينا في اخر 7-8 دقايق حصل دروب كده، واحد الاسماعيلي جاب جون في اتنين في ثلاثه وكوره في العارضه. المهم ربنا اكرمنا وخدنا الايه؟ بطوله 1904 ايه؟ نفس تاني اهو بعد نهائي مسير مصير، الاهلي يهزم الاسماعيلي 4-3 واستعيد دوري العام. نفس الكلام. مين كان بيدرب الاهلي؟ الان هاريس. مدرب جميل وعمل صح، وبعد كده 3-4 سنين الاهلي اخد، هتشوف بقى سنين ورا بعض دوري. الاهلي لما بيقع مثلا سنه ولا اثنين ان شاء الله مش هيقع تاني، بيبدا يرجع بياخد 5 بطولات 6 بطولات 7 بطولات بيعوض بقى وبزياده. صح. وبعدين بناخد 7 وما بنشبعش، عايزين 8 و9. في انسان بيبقى ماسكين ياخد بطوله 2 يعني طلع. شفتي الرياكشن بتاع طلع القمر، طلع بلوتو، طلع زحل. احنا خدنا بطوله، خدنا بطولتين، افرحوا يا اولاد. لكن احنا 7-8 بطولات ما شاء الله، وهل من مزيد؟ لان الاهلي اتربى على البطولات. صح. الاهلي هو الواجهه الجميله. انا لما باجي اسافر الاهلي ده هو وجهه مصر، واجهه مصريه عظيمه زي كاس العالم للانديه اللي جايه ان شاء الله. ها شوف كل كاس العالم عايزين الاهلي. طب في اليابان عايزينه،
في قطر عايزينه، في المغرب عايزينه، في اي مكان عايزين الاهلي انه جمهور وراه في كل مكان طبعا. ها تاريخ عظيم، عشان كده احنا النهارده بنتكلم عن تاريخ عظيم اهو. احنا عايزين برضو ماشي مفيش مشكله. الاهلي هزم الزمالك 2-0 بجداره في موقعات الثلاثاء الحزين. يعني ايه الثلاثاء الحزين؟ احنا هنجيب 95 تاني بس ده 96. انا كنت عايز اتكلم في حاجتين كده بس سريعه ما دام التاريخ جه نتكلم. ماشي عايز نرجع ممكن لا 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 لا, لا. زي الفل. طيب. الاهلي هزم الزمالك 2-0 بجداره معركه الثلاثاء. ايه الثلاثاء وحزين ليه؟ كان الماتش ده من الاهلي والزمالك وكان بيدير له حكم مصري كل احترام لحكم مصري قادر عبد العظيم. الاهلي جاب جون وكوره ثانيه من كابتن هشام حنفي ضرب الدفاع للزمالك وحسام حسن حط جون ثاني ارضي على شمال النادي للسيد. ازاي؟ لا ليه؟ كان في نظام المؤامره في دماغ الفرق الاخرى ان لو جه تحكيم مصري هنخسر فخسروا قبل ما يلعبوا بسبب التفكير السيء. خسروا 2-0 فعملوا زي ايه؟ فيلم الايه؟ الاعلان بيقول لك انسحبوا وايه؟ وعملوا كده انسحبوا وخرجوا 96. ده غير باتا بقى، لا مش باتا ده بتاع محيط الاحذيه، باتا ده كان حكم جه في 99. كان اسمه باتا؟ مارك باتا. ده جه في 99. 99 دي بقى حصل حاجات غريبه بقى، ها؟ انسحبوا بس بطريقه ثانيه بقى. هنشوف دلوقتي هنجيب 95 و96 و97 98، ده التاريخ بيقول. ده لسه هنجيب حاجات، الله، اتفرجوا بقى. شوف الجمال هنا. دي بطولة كأس مصر الأهلي 95 96 من اليمين كابتن مع كل احترام لا ناخد من يمين من فوق بعد اذنك كابتن ابو الذهب كابتن ابراهيم او حسام كابتن شوبير كابتن اسامة عرابي كابتن هادي خشبة كابتن محمد يوسف من تحت زي ما حضرتك قلت كابتن هشام حنفي كابتن ياسر ريان كابتن احمد فليكس كابتن مشير حنفي كابتن حسام او ابراهيم ابراهيم أو حسام مع كل احترام يعني انت عارف ان انا بعرف افرقهم من بعض على فكره فعلا اللي فوق ده تاني واحد ده حسام حسن وتحت ابراهيم حسن مدافع في فرق في الراس الغريب هنا الغريب هنا الفرقه دي كانش فيها مين كان المفروض في كذا لعيب مش موجود منهم كابتن رضا عبد العال كابتن رضا عبد العال كان لسه واصل الاهلي 94 كان عامل مشكله مع الزمالك والزمالك قال له لا مش هديك حقك ومع السلامه فقال لك الاهلي رحبوا بيه والاهلي فتح له دراعاته واحتضنه بس ما شاركش في اللقاء ده ما شاركش في كذا حاجه يعني وفي هو برغم ان كابتن رضا عبد العال ما شاء الله لعيب يعني محلي مش دولي لكن ما شاء الله كان موجود ما بس على الدكه واخد بالك ازاي؟ فهنا هي فرقه تقيله انت فاهم لحضرتك الاسماء يا استاذ محمد اللي بتقولها دلوقتي مدربين كبار ده جيل عظيم يعني ما شاء الله كل القامات اللي احنا بنتكلم عنهم دول دلوقتي لسه عطائهم مستمر حضرتك سبعه منهم مدربين سبعه بيدربوا عارف يعني بيدربوا فريق سبعه كابتن ابو الدهب وكابتن ابراهيم كابتن حسام كابتن اسامه عرابي كابتن هادي خشب كابتن محمد يوسف ها سبعه وكابتن هشام حنفي وكابتن ياسر ريان في النادي الاهلي ده برضو بقى خد بالك السنه اللي بعديها على طول بقى 96 97 نقول تاني برضو عشان نقول التشكيله دي دخلت بالكابتن مين؟ كابتن عصام الحضري ابن دمياط كابتن ابو الدهب كابتن حسام كابتن مجدي طلبه كابتن نادي الزمالك الاهلي كابتن عصام الحضري كابتن هادي خشب كابتن مشير حنفي تحت اهو ابن من النادي الاهلي وعمل تاريخه في النادي الاهلي كابتن سمير كمونه كابتن ياسر ريان كابتن احمد فليكس هشام حنفي كابتن ابراهيم 96 95 عملنا بطوله جميله بطوله العرب خدنا كاس العرب هنا النادي الاهلي ها وكسب 1-0 الشباب السعودي وكسبنا الفريق المغربي كابتن جون الجميل بتاع كابتن وليد صلاح الدين لما راس الجون واللعيبه ورجع تاني ها وكان ساعتها كابتن رضا عبد العال كان موجود برضه كان لعيب عادي يعني كان النادي الاهلي كله نجوم خد بال حضرتك يا كابتن خد بالك يا استاذ كريم النادي الاهلي تخش لو جبت لرونالدو لو جبت اعظم لعيب في التاريخ داخل النادي الاهلي بيخش لعيب زيه زي النادي الاهلي نجوم زيه موجودين كلهم بيخدموا لمصلحه النادي الاهلي ها يعني اي لعيب كان بيجي من بره النادي الاهلي بيروح على نجوم متلألئه ها مش هو بيبقى النجم الاوحد في الزمن ده بصفه خاصه كان فعلا الفريق الاول طبعا تقيل قوي حقيقي يعني لما كابتن رضا عبد العال طردوه قصدي مشي من الزمالك ها وقعدوا له كلام وحش في بتاعه وصور ونزل وركب ومشي والارض مناظر مش كويسه يعني يا كابتن قال احتضنوا جمهور الاهلي قابلوا استقبال حلو واخد بالك ازاي ودخلوه جمهور الاهلي خدوه احتضنوه طبطبوا عليه
ورجعوا له تاني ايه ثقته بنفسه، وبدا مع النادي الاهلي مع نجومه الكبار ها بدا ودخلنا بطولات 95 96. الجمهور نفسه كمان يا استاذ محمد اكيد طبعاً. يعني دلوقتي مع يعني في مساحه لان الجماهير تعبر عن رايها عن سعادتها عن غضبها ايا كان من خلال مثلا وسائل التواصل الاجتماعي. زمان ما كانش للجمهور متنفس غير المدرجات. كان المختار التتش كابتن يعني السيد المختار التتش ده عظيم قوي، وقفات كتير قوي النادي الاهلي، لعيب جديد يجي وقفات صعبه النادي الاهلي تلاقي الجمهور يتجمع مختار التتش. ها لما جه كابتن رضا عبد الهادي ازاي الجمهور، انا مش بتكلم كابتن رضا عبد الهادي، انا بس بتكلم الاحداث اللي مرت في التسعينات، انا ما بتكلمش على حد معين. ايوه بل بالعكس كابتن رضا عبد الهادي ما شاء الله بعد ما الجمهور احتضنه، جمهور بينفره وبيمشيه بيقول انت كنت وكنت وكنت، جمهور قال احتضنه ورجعه صفه نفسه ولعب. وازاي الاهلي ما بيفرطش بابنائه ولا بيزعل حد. رضا عبد العال هنجيب صورتين هنا غراب قوي. في 1998 الاهلي اكرم رضا عبد العال، قال لا ازاي انت هتمشي ورجعت كده كويس، تعال عامل له ماتش ودي مع مين؟ مع الاسماعيلي. وفي صور كان الكابتن عبد داخل مع عدد الصغيرين يعني رايح بمزاجه باولاده فرحان مش رايح مكبر. اللي رايح باولاده؟ كابتن رضا كان معاه عدد صغيرين كده وملبسهم من النادي الاهلي وداخل بيهم الايه؟ الملعب ماتش يحب من مين؟ من الاهلي والاسماعيلي. 99 مشي خدوا الكابتن عصام بيجا الله يرحمه ها ووداه القناه. من 1000 اهو يا شكرا جدا كان. شكرا للمخرج. شوف الجمال كابتن رضا شكله ما اتغير. هو فعلا نفس صحيح. الشكل لا. ونفس الشعر بيبكي بيبكي الكابتن رضا ليه بقى اهو والاذن اهو جايبيهم بيبكي ليه؟ ده اولاده الصغيرين هنا ولا دول مين؟ لا في صورتين كمان بالرحمه هنجيبهم تاني غير دي. دموع رضا هز قلوب الجمال. انا بجيب ده عشان نفس الاحداث التسعينات اهو زي ما انا بقول اهو. بص وفنانين راحوا كابتن مصطفى متولي نجوم كتير راحوا وكابتن احمد ماهر اهو وياسر ريان وكابتن احمد ابو جريشة. وبص الجمهور بص الجمال شوف بقى الفرق هنا. شوف الجمهور بيودع العيب ازاي. لا قال له انت كنت ظروفك كذا ولا انت كان ظروفك صعبه ولا انت كنت جايبينك منين. لا شوف الجمهور بيحيي العيب بعد ما قدم عليه قال له مع السلامه وبيحيوه وبيعمل تكريم. يا سلام. شوف هنا بعد كده بقى بطولات الاهلي. نخرج بقى من الموضوع ده لموضوع تاني. الاهلي البطل بجداره. شوفها 95 ده مين بقى؟ كان الاهلي في فتره كده بعد الفتره الانجليزيه الان هاريس دخل في الفتره بقى الايه؟ الالمانيه بقى، الفكر الالماني بقى. اللي جه بقى كابتن رينر هولمان وبعد كده كابتن فايتسا. الناس دي انا كنت بشكر جدا الناس كمان على النادي الاهلي كانوا بيجيبوا عقليات حلوه. دول طوروا في الكره المصريه. ده عملوا افكار جديده في طريقه اللعب في النادي الاهلي وفي مصر. دخلوها. الاهلي تملي سباق بالنجوم اللي بيجيبهم. احنا نجيب المدربين سنتين وغيرنا يجيب نفس المدرب. الله ده كان حلو قوي ده كان جميل. واخد بالك استاذ محمد فظيع لا ده التاريخ. احنا بنقول من التاريخ. انا بتكلم التاريخ. التاريخ بيقول ايه كذا. هنشوف بقى التاريخ بيقول ايه. زي ما قال في 96 قدر عبد العظيم انسحبوا زي ما قال في 99 انسحبوا لما كابتن ايمن عبد العزيز هنا بقى مع الدرع دخل من تحت في اللاعب بتاع النادي الاهلي ابراهيم حسن. فالحكم بينفذ القانون ضربه من خلف طرد. فنفذ القانون. احنا هنا مش عايزين ننفذ القانون. دقايق وحلقت اللعيبه بيتكلموا مجلس اداره من فوق مجلس اداره يمشوا. كان حاجه غريبه بتحصل. غريبه. احنا قعدنا كده ونزل لعيبه الزمالك يعملوا حركات كده غريبه. معلش انا بتكلم تاريخ والله. سامحوني يعني. نرجع تاني بقى على كل حال. خلينا مع نفسنا. بص بقى احنا عايزين بقى دي هلبس لها النضاره بقى لان فيها عظمه. ما بدهاش بقى استاذ. ما بدهاش. خلاص علي العوض. نشوف بقى ثابت البطل الله يرحمه. فرحنا. كل التقدير كابتن اكرام، كابتن ماهر همام، كابتن هادي خشبه، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن رضا عبد العال، كابتن حسام حسن، كابتن فليكس، كابتن احمد كابتن ماهر بشكله ما اتغير. في ناس شكلها ما اتغيرش تماما. لا 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 كلهم مدربين. كابتن احمد قريب بيدرب حرس الحدود النهارده اللي عمل مفاجاه وكسب الاسماعيلي امبارح. ها نجوم كبار بيدربوا اي لعيب. انا اقول لك اسمه ايه؟ كابتن مصطفى كمال كان عندكم ضيف قبل كده هنا طبعا حرس النادي الاهلي. ابن منطقتي كابتن احمد كشري. وكان هداف بطوله كاس العرب في 95 96 هنا في مصر. عبد الصادق ما شاء الله درجة عظيم. احمد ايوب، كابتن مجدي طلبه، ابو الدهب، محمد يوسف، مشير حنفي، يا نجوم وليد، كابتن صلاح الدين، كابتن اسامه عرابي الجميل المحترم. شوفي شوفي الصوره جايه ازاي. اسماء يعني فعلا اسمها مع النادي الاهلي اتكتب في بطولات كتيره. لو حاطين الدوري وجنبه الايه؟ الكاس. طبعا احنا بنجمع الدوري والكاس. ممكن نجمعه 4 سنين 5 سنين. وحا بالظبط. الغريب ان احنا ناخد 7 بطولات دوري ها وفرحانين النهارده بسبعه ببطوله 7
انه بنفكر ايه؟ لا احنا عايزين ايه؟ بنفكر في البطوله الثامنه. اتعودنا على كده. طبعا مش طبعا بنا... مش بناخد بطوله ما بنلحقش يعني ونحط الدوري كده وننام عليه، لا ده احنا بيبقى حاطينه حتى ان هو عامل عندنا ايجار مدى الحياه. فنرجع. ما بيوحشناش قوي حتى لو راح بيرجع. لا جميل. ما بيعرفش يسيبنا. يا جماعه القهوه انا لما اجي اتكلم على التاريخ انا لما اكون عندي طاقه سلبيه عايز طاقه ايجابيه اجيبها ازاي؟ أم فاتح تاريخ النادي الاهلي. تاريخ النادي الاهلي يا جماعه شوفوا تاريخ الاهلي في صفحه الوطنيه 100 سنه وطنيه. فتح ملاعبه للناس. ها ايام ال 67 وفي 73 وكل الفنيين والمهجرين عملنا كل حاجه. شوف نادي النادي الاهلي والشخصيات اللي مسكته على مداره 100 سنه. طبعا. ها شوف مين رائد اقتصاد في مصر اللي انشا بنك مصر. طبعا. وكان مين هو مين؟ طلعت حرب. طلعت حرب. شوف عبود باشا. طبعا. الاقتصاد رجل الاقتصاد العظيم. شوف الصحفيين الكبار استاذ فكري عباد ناس بشوات ما كانش اي حد مسكها. كان زمن غني قوي. راقي. في راقي وبعدين احنا كمان يا جماعه التسعينات دي احنا كنا عايشينها يعني كنت انا شاب صغير وبتابعها الفرحه كانت كبيره قوي يعني كانت فرحه كبيره قوي 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 وانا ليه بقول ما بكلمش على حد معين بقول يا جماعه النادي الاهلي طول عمره اهو اهو يا سلام شكرا للمخرج يا اهلاويه يا اجدع ناس كسبتوا الدوري وفضل الكاس وخدناه ما نمناش لما خدناه واخد بالك ازاي التسعينات الحمد لله عدت ما انسحبناش فضلنا رجاله واصبحنا رجاله وكملنا الماتش وكملنا وخدنا البطولات كلها من 94 ها ل 2000 ماشيين ايه؟ برك ما شاء الله لما بيحصل عندنا دروب وده هقولها لكم قريب سنه سنتين بيجي بعد كده خمس ست مرات ما حدش يقدر يعملها هنا الصوره مغنيشه شويه بس جميله ليه؟ قريبه قوي شوف الفرقه شوف هنا والكابتن احمد الشوبير طبعا جون جميل بعديها على طول يعني اقول ايه احنا دي التسعينات كان كابتن الشوبير في سنه 90 كان في كاس العالم صح كده؟ رجع لغايه لما اعتزل وفي النادي الاهلي طبعا انا عايز اقول الفرقه دي فيها حد ضعيف؟ لا 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 مش كلها اسماء كبيره طبعا قامات كبيره لما يخش اي لعيب في وسطيهم هو هيبقى مميز عنهم؟ ولا هو يبقى زيه زيهم؟ وكلهم صحيح. بيخدموا على كله كله بيخدم هو ده اللي بتكلم بيه اي لعيب جه بره مصر كابتن علي معلول ما شاء الله كنا قلقانين لعيب تونسي ازاي هيندمج ازاي هيندمج ازاي النهارده جمهور الاهلي ما بنقولش احنا بننسى ان هو تونسي على فكره والله بننسى دي حقيقه المصري ديانج اللي باربع رئات في نص الملعب واقف كده الماتش الاخير ده احنا مره لعبنا في الدوري ده ماتش لوحده كان بيلعب لوحده في نص الملعب وكان بيقطع انا اقول كل لعيبه حلوين لا 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 بس كلامك صح ملاحظه انا كرجل كمشجع مش بتكلم تاريخ أيوة. انا بقول لكم انا كتاريخ اكون طاقتي الايجابيه عايز احضرها ومراجع التاريخ اشوف الفتره العشرينات الثلاثينات الاربعينات انا بوديهم رساله الشباب اللي عندهم 18 و20 و25 صحيح ما تحكموش على فرقتكم من اول البطوله اصبروا هتشوفوا ولو الاهلي ظروفه ما ساعدوش لظروف تانية مش هنقول حاجه تانية الاهلي بايدينا الله على الصوره وجمالها شوف 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 الصوره حلوه ازاي يا استاذ شوف الكابتن عصام الحضر كان لسه جاي من دمياط الكابتن حسام كابتن هادي كابتن مجدي طلبه كان لسه من كاس العالم كابتن محمد يوسف مدرب الجميل كابتن سيد مين عبد الحفيظ اهو صح كده طبعا كابتن مشير كويس ان الصوره دي كانت موجوده في الصوره التانية كابتن سيد حفيظ لأن لا هو كابتن سيد عبد الحفيظ شويه شكله متغير وكابتن وليد صلاح الدين شكله متغير تماما ايوه كانوا صغيرين كابتن وليد صلاح الدين جدا بس شكله اختلف قوي لما كبروا طبعا طب اتفرجي على كابتن وليد صلاح الدين يعني مثلا عصام الحضري ما شاء الله انا بشوفه على الحقيقه بحس معايا في الجيم هو نفس الشكل من التسعينيات ما اتغيرش بس الكابتن وليد بقى شفتيه هو هنا في حاجه و20 سنه لا لا حاجه ثانيه خالص لو شفتيه وعنده 18 سنه كان بشنب اسود وتقيل وكان ده موجود في اعتزال الكابتن الخطيب وموجود في جمهور الاهلي وهو صغير ده ابناء النادي الاهلي في ابناء كتير لا بيجرحوا في الاهلي ولا بينقدوا الاهلي ولا ملوش منصب في الاهلي يزعلوا ولا ما لقوش مكالمه في التليفون يزعلوا التاريخ بيقول بص الجمال بص الجمهور اللي في كل مكان وراه بص الجمهور من ورا اخر الصوره هناك كابتن محمد يوسف كابتن سمير كمونه ها بص يقول لك يا رب كتر افراحنا وعلى قد نيتنا ادينا فنجوم الاهلي فرسان الاهلي يحتفلون بالفوز على الزمالك وهو النصر الذي مهد الطريق نحو منصه التتويج هنا بقى كل لقطه هنا ليها معنى ها ايه ده
الاهلي في التسعينات من 35 سنه 30 سنه جابوه مليان؟ اه من السبعينات. بص التكريم بقى بالورود، ها هنا في كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن ياسر ريان، كابتن كمونه، مين هنا معاهم؟ الكابتن عمرو الحديد المحترم. حضرتك بقى ايه اللي بقى تحت كده لو سمحتي؟ اهلي يا اهلي الفرسان الحمر ابطال الدوري الدائمون بعد الفوز على بلديه المحله 3-0 حلو في ختام الدوري، وتحيط باعناقهم الورود والبالونات الحمراء. يا سلام احنا كسبنا ها كل بكل الالوان، احنا كسبنا بالفانيلا الخضراء. يعني احنا الاهلي لعب مره بالفانيلا الخضراء في اخر الدوري وكسب الدوري. فارجوكم يا جماعه لما تيجي تتكلموا على تاريخ النادي الاهلي اتكلموا ان الاهلي لعب فيه على مدار 120 سنه كام الف لاعب؟ 120 الف لاعب لعبوا. ها هل احنا لو كل 120 الف لاعب موجودين او تاريخهم، هل المفروض نشغل ال 120 الف لاعب؟ هل ال 120 الف لاعب موجودين تدريب؟ هل موجودين في الاعلام؟ هل ال 120 ها اللي بيحب الاهلي بيخدمه في اي موقع؟ طبعا مدرب، مساعد مدرب، متفرج، صحيح. مشجع. لازم تيجي تنورنا تاني قريب ونرجع مع حضرتك بالزمن زي ما بنحصل، يعني بيحصل في كل مره، لان احنا فعلا بتفكرنا بذكريات حلوه جدا وبتعرف الاصغر سنا من المشاهدين بحاجات يمكن ما كانوش معاصرين ليها حتى مش عارفين عنها. فرصه عظيمه ان احنا نلتقي بحضرتك دايما عشان نستعيد الذكريات الحلوه دي. نورتنا يا استاذ محمد. ربنا يخليك. انا عايز اقول كلمه في ثواني. اتفضل. انا الاهلي عشان عندي مقوله في حياتي ماشي عليها، على الاصل دور. على الاصل صحيح. دور الاهلي على الاصل دور. صحيح. مبادئ وقيم واخلاق. صحيح. وازاي انا باجي اتكلم عندي كلام كتير ما بقدرش اقوله، لان القناه عندها ميثاق بنمشي عليه، لان مش بس القناه، هو ده الكيان بتاع الاهلي. احنا ما بنردش على حد وما بنشغلش بالنا بحد، احنا مش واخدين بالنا بنفسنا وغيرنا شاغل باله بينا. فهي دي النقطه. انا بس عايز اقول حاجه كمان، لان دي حاجات كانت بتتقال لي انقلها لحضرتك. يعني شوف حضرتك بتجيب صور ومانشيتات وحاجات قديمه للعيبه، اللعيبه اللي بيتابعونا كتير منهم بيتابعنا وبيتابع الفقره دي بينبسطوا جدا ان هم يشوفوا صور ليهم وحاجات قديمه. فده كانت رساله عايزه اوصلها لك من كذا كابتن قبل كده قابلته في النادي. يعني ارجوكي ارجوك اشكريهم، وانا اتمنى المرحله الجايه كل لعيب محترم بيحب ناديه ومحافظ على ميثاقه مع ناديه، ها ما بيجرحش فيه وبيرفع فوق دماغه، نعمل له احتفاليه، نعمل له تاريخ. والناس لازم تعرف كل لعيب النادي الاهلي بيحصل تاريخ عظيم. طبعا لازم نوريه للنادي عشان اللعيب يوري لاولاده ولاحفاده ها ازاي الاهلي بيحترمنا وبيقدرنا. نورت الدنيا كلها يا استاذ محمد، ونشوفك على خير باذن الله. اسمحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل سريع وبعد كده نرجع في ثالث فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، وهي بالمناسبه فقره مسجله سجلتها قبل كده مع الدكتور باهر السعيد اللي ان شاء الله هيكون منورنا في هذه الفقره. فاصل ثم عوده، خليكم معنا.